Yo, what's up brother? Balik lagi bareng KM Rizky, dimana kita selalu bahas nih football 2023. Dan kali ini ya, kita akan review si Babang Del Piero. Dan ini keahlian dari Babang Del Piero. Ada Melson Turn, ada tembakan-tembakan, dan aduh, kalian bermain game. Langsung aja kita gas kuy brother, kita lihat keahliannya. مشتعل الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ. أليساندرو ديل بيرو، كرة في المرمى، جول! يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. تمركز رائع، توقع مثالي للكرة، ذكاء كبير في تسجيل أهداف. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. تمركز، التوقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة. جوردي ألبا، فرصة خطيرة، يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، والآن فرصة للتحول الهجوم. ديل بيرو، تأتي العرضية من ديل بيرو. 149. جوردي ألبا يبحث عن المهاجم. تخيدا، ديل بيرو، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه. عرضية داخل منطقة الجزاء. لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات، لا يمكن وصفها بصراحة. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. تحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. ديل بيرو، أليساندرو ديل بيرو، بغياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. تجاوز رائع بالكرة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إمدار شفاهي للاعب. لأنه دقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. ديل بيرو، الكرة تصل إليه، هذه لعبة خطيرة هنا. ليونيل ميسي، الكرة داخل الشباك، هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. After 90 minutes is number 10, Lionel Messi.